خلال الموقف الاخير هو موقف غريب شويه، لانه في قرار طلع محدش عارف مين صاحب القرار ولا حد شاف القرار، لكن في واقع تافه ان في بعض المواقع اللي عمرها هجمت الدوله ولا عمرها كانت داعمه للارهاب ولا محرضه على الارهاب ولا اي شكل من الاشكال اللي ممكن حد يعني يبقى عنده شكل عدائي تجاهها، خدت هذا الموقف الغريب. احنا كلنا بنتساءل، خاصه يعني موقع زي ديلي نيوز، رئيس الجمهوريه شخصيا كتب فيه مرتين في 2014 2015، هل ما كانش عارف؟ هل الكلام بيوصل بطريقه غلط؟ هل بيتصور بطريقه غلط؟ هل في تجهيز للمجتمع المصري كله بالاحداث الشهر اللي فات، القبض او الحمله الامنيه المسعوره اللي كما تداول الاسم في وسائل الاعلام؟ انا عايز ابدا من اللي انتهى بيه هيثم عن الاجراءات اللي مفترض ان احنا نعملها كجزء من تحملنا لمسؤوليتنا كنواب عن الشعب وكمحبين للصحافه في حاله معظم اعضاء تكتل 25 30 او كابناء لهذه المهنه في حاله انا شخصيا. يعني احنا بالتاكيد عندنا ادوات برلمانيه واجب ان احنا نستخدمها حتى لو الاحتمالات انها تؤتي ثمارها مش مؤكده، لانه زي ما كنا بنتداول مع الزملاء في المكتب حالا، بكره الصبح هيتم حجب قناه صوت الشعب، واحنا او انا شخصيا قدمت بيان عاجل في هذا الامر، لانه بالنسبه لي توقيت مريب متعلق بما يمكن ان يكون متداولا او رائجا في اروقه المجلس عن قرب تناول قضيه تيران وصنافير. انا عايز اقول ان حجب المواقع الالكترونيه هي حلقه جديده من مسلسل ضد الصحافه المصريه. هذا المسلسل بدا منذ فتره، بدا باقتحام مقر النقابه في مايو 2016، بدأ بصدور قوانين مخالفة للدستور، وأنا عايز أقول إن القانون المؤسسي للصحافة والإعلام الذي صدر، القانون الهيئات الذي صدر، وأنا مصر على كلامي حتى لو البعض اختلف معايا، وصدرت بموجب التغييرات التي تمت اليوم، هو قانون مخالف للدستور، لأن نصوص المواد 211 و212 و213 بتقول إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام هيئات مستقلة، إلا أن السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية هو عين أكثر من 75% من أعضاء هذه الهيئات حتى يهيمنوا على المؤسسات الصحفية القومية هيمنة تامة. فأنا مش عايز يعني أدخل في التفاصيل دي لأن الزملاء قالوها، لكن عايز أقول إحنا خرجنا من الاجتماع ده بإيه، وأظن هو ده المهم. إحنا اتفقنا على بيان آسف بلاغ جماعي هيتقدم للنائب العام باسم كل المواقع المحبوبة، وهيبقى في فريق دفاع واحد، يعني هم هينسقوا بينهم بعض ان يبقى في فريق دفاع واحد. وفاتحين كمان باب التطوع امام المحامين اللي عايزين يتطوع في المحامين اللي عايزين يتطوعوا في القضيه، يعني هو اوريدي يعني في عدد من المحامين اللي موجودين للزملاء، فاتحين كمان باب الباب امام اي زملاء صحفيين حقوقيين او غيره، محامين حقوقيين او غيره. رقم اثنين، احنا اتفقنا على يعني ان احنا قريبا جدا هنعلن عن اعتصام رمزي جوه مبنى النقابه، ممكن يكون يعني 3 أو 4 ساعات، لكن بعديها ممكن دي الاعتصام مفتوح حسب يعني تطورات الاوضاع اللي احنا هنشوفها خلال الفتره الجايه. رقم 3، احنا هندعي كل زمايلنا في بيان ان مقالاتهم الاسبوع الجاي تبقى كلها عن الحج، سواء في الصحف المطبوعه او في المواقع الالكترونيه، واظن ان احنا هنقدر نوصل لتضامن اوسع.